السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي أصدقائي كابتن كامل الموسى في حلقة جديدة من درافت مع ضيف. حياك الله يا كابتن. الله أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا، كررت الكلام ذاك وأنا في المجلس وبقوله مرة ثانية، أنا سعيد جدا وممتن جيتك، فرحان جدا. أنا من الناس اللي تابعتك في بداياتك. يعني أنا شيبة. كيفك مع الفيفا؟ ما في البلايستيشن هذاك الرصاصي رقم كم هذاك رصاصي واحد بلايستيشن 1 والله ذيك الايام روبرتو كارلوس ايوه الدوري الياباني الثالث. طيب نبدا في طور اسمه طور درافت، نلعب مع بعض، اختار لعيب هو كذا طور عشوائي، ايش الخطه اللي تفضلها؟ درافت حقك عندك الموضوع. هذه الخطط؟ ايوه هذه الخطط. عندك 4 3 2 1 2، عندك 5 2 2 1، 4 1 1، 4 2 2، 3 4 3. انت الان داخل عالم التدريب صح؟ ايوه انا عندي شهاده تدريب. ممتاز. ممكن يوم من الايام نشوفك مدرب، فلو كنت مدرب ايش حتختار منها لو اعطوك هذه الخيارات؟ المشكله ما عارف ايش الفريق اللي قدامي، لكن 4 4 1 1 4 4. خلينا نقفل بالبدايه. يا سلام ممتاز. طيب بسم الله بدينا، اختار لي لاعب من هنا عاد تعرفهم كلهم، زياش وغريليش وانسيني. مدريدي ما احبه. خلينا على زياش. بسم الله حلو، نروح عند راس الحرب. ممتاز. كومان اعطينا سواريز. سواريز طيب. عندك بيدري وبرونو فرنانديز والباقيين عاديين، وفي بيدروس حق يلعب مع النصر. لا خليه في الفتره. اعطينا بيدري. يلا شوف انا برشلونه الله يعينك. ايوه لاعب برشلونه حاخذه. انا اعطينا مبابي. حلو ممتاز. اللي بعده اختار لي هنا مين. اعطيني يا شيخ هذا الالماني غوندوغان. غوندوغان هذا ملقوف يحب يسجل في اي اعرفه في الفيحاء. ايوه هذا في الفيحاء. يلا خلاص يلا يلا يلا. ممكن ناخذ كوناتي ولا ناخذ الشايب عامل خبره. خبره طيب يلا 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 خبره بطيء ترى سرعه 40. طيب هنا عندك الكساندرو مندي. والله يا شيخ مع انه مدريدي بس اعطينا. يلا مندي جبار. ها الحراس ما حد يعرفهم هذول. في دييغو لويس معروف يلعب في مدريد. عام كم هذا؟ 2013 14. مين افضل واحد هنا؟ افضل واحد هنا تراب. خلاص ادينا تراب. حلو. عندك الكلام، عندك سن وصلاح. سن لا ما هو صلاح. ليه؟ عاد انت تقول لي برشلوني بس ما تحب اللاعب ده. الله يمشي الحال. توريس البرشلونية كلهم قالبين على الايام هذه انه ما يعرفين هي ومش مدري ايش. يا شيخ الفريق كله ما يعرفين هي، احط لنا هو بس خلاص ايش نسوي؟ يلا بسم الله. طيب ناني معروف، راشفورد. ناني ما دحين كويس. ايوه البطاقة هذه ممتاز. يجي منه. اعطينا ناني ولد البرتغالي. طيب انا هنا اسكت قليلا. الله يشوف الله يشوف. انا ميسي قاعد ادعي عليه. ليه؟ في كل كتاب. شوف خرج من عندنا ما حختار. طيب حقك زعلني يا شيخ. مباراة لباريس انا ادعي عليه. طيب تختار فالفيردي مدري. ايوه انا عنادا فيه. ايه اوكي. انت ما تحب صلاح؟ لا لا احبه. تحب ماني؟ ايه ماني اوكي. يا سلام تعال يا ماني. يا رب يدونا مدافعين كويسين لانه والله رولا البيول الحين كبنا. طيب عاديين افضلهم ذا الفرنسي. يلا طيب اخر شيء عندنا الحارس. لا معروف هذا حقه. انا اقول سبينا مدري حتى هذا روميو. يلا ناخذ دحين يا كابتن. التقييم ما عليك منه، التناغم عندنا 45. خلينا نظبط الكيمستري معاهم. فالفيردي هنا مكان مبابي. يمين حلو بس حيرفعنا التناغم. ما يجي هنا؟ لا هنا جنب غوندوغان. طيب يعني مبابي برا؟ اي مبابي برا ممكن. يلا لانه رايح مدريد اصلا وخليه يطلع برا. يلا يلا. التناغم عندنا الان احلى من اول. اذا تقريبا يا سيدي هذا افضل شيء ممكن يطلع معانا. يصير جو المباراه احنا نقدر نبدل على كيفنا عرفت؟ يلا بسم الله نختار المدرب يا سيدي. هذول مين؟ حتى حقين فيفا ما يعرفوه. خلاص ناخذ هذا الالماني مع انه باين انه صغير. بتدرب فريق قريب يا كابتن ناوي شيء؟ انا والله عندي شهاده تدريب لكن انا توجهي اداري. اوكي. والان اصلا في الاتحاد السعودي لجنة تفضل منازعات، الموضوع اداري بحت. اوكي تمام. بس عالم التدريب يعني لك نيه تخش؟ لا تدرب انك فريق تمسك إيه؟ لا لا ممكن اتضارب مع اللعيبه ما ينفع. ليش يا اخي انت انسان هادي وانا معروف بخلاق. لا انا هادي التدريب شغل ما عندك راح اللعيبه. تمام تمام يا سيدي. طيب بسم الله يا جماعه خلونا نبدا ونروح نلعب الدرافت. يلا على بركه الله نشوف تشكيله خصمنا. هذه تشكيله خصمنا يا كابتن. والله عناصر والله ما بدنا نشوفها. كريستيانو يبغى لنا كابتن الحين نبدل العناصر. ايش رايك نحط فالفيردي مكان غوندوغان لانه غوندوغان بطيء. طلع وننزل مبابي هنا، خلي مبابي قدام وسواريز ورا. سواريز كويس في البصره تقريبا كذا الامور طيبه ان شاء الله. معاك انت يا ايوه. ما يروح عندي. يا سلام يا سلام يا كابتن. صير هلا هلا. يا سلام هنا. يا سلام روح بعد دف روح. كفو تراب حيشيل الليله تراب اليوم من اسمه الزفت تراب. يا سلام
حلوه هو الشوت مو مربع الا طيب دقيقه دقيقه لازم لازم نتاكد لا صح مني مالي ولا هذه هدف الظاهر ان انا جبت العيد ترى انا خشيت المود شوف لا اروح اكسر لك الشاشه لا لا ما عندك مشكله براح مبابي اي شيء فك ايوه يعني لا اوه امسك ما يمسك من جد ترى كيف ما يمسك جايبينه ليش احنا ما يمسك حلوين ايوه كابتن قوم صدها حلوه الرفع اتبع المايك لا شو تكفى يا عمري يا سلام تعرف الخلط حق سالم اخلط يا سلام حلوين والله نعم سلام يا سلام والله مستحيل والله كابتن عندك مهارات لا وتفهم تعرف انت فك الباص وكذا ما عليك لا شوف فادي ما عليك مشكلتي ترى في الانهاء لا حلو اعطي نفسك فرصه في اللعبه يمكن تبدع فيها وقفع سوقنا لا يا شيخ يا سلام والله ما روح عندك جيب الاوفر يلا بابي يوه ما في مراوح في مراوح بس يعني القديم كان بال مدري كم امسك عندك يا كابتن عندك لا يا ابني انت ايش مسوي حارس اطلع عشان اتصرف تركنا كابتنا جلاها الله ياخذ ابليس وقتك مشاري مسوم يا والله حرام والله حرام يلا ما علينا نقدر حلوة هيا خلصني ايوه يا شيخ اخلط يا كابتن ادينا واحدة برضو واحدة ادينا ايوه اخلط له والله هذا شاهي مو خلط يعني الله بسطك سمك كابتن والله دخلت انا في طيب اسمع طب اهم شيء الان الحزم تمام ما عندك مشكله ندخل ناني ولا سن انت المدرب اوكي الحين كم دقيقه 77 ايوه خلاص اوكي ايوه نشط لي الهجوم ايه؟ حط لي سن فين احطه مكان سواريز ايوه ناني حطه مكان هذا ماني اي تمام بس والله باصك سم اقسم بالله هو سم وانت سم اخرج شكرا ايوه تكفى لا والله يا ابني انت ايش بتسوي يا شيخ والله المدافع خلاص يا ابني تبى تسحب الفريق كله حاولت اديك بس ما تديك ايه اديك الباب قدامك تديني ايه يلا سجل يلا سجل ولا حد ايوه اعطيني كابتن يلا ايوه الله عليك يا كابتن هيا دحين كل المدافع لا دحين شوف انا برجع حارس هنا شوف ما علي عادي لا عيال تكفى ما علي ما في مشكلة ايش ابني يا تراب صد الله يصلحك ايش بنا احنا فلتنا في النهاية اوكي ها خد هيا سجل ابني كيف ضيعها ايش اصلي على النبي يا شيخ يا سلام يا كابتن عندك يا كابتن يو سقطنا يا كابتن ما علي والله ادينا ما علي والله ادينا اداء ممتاز اقسم بالله استمتعت الجمهور ايش استفاد انبسطنا نبغى نفوز اول شيء كابتن راح نعرض بطايقك اللي نزلت في فيفا زي البطايق اللي انت شفتها تمام هذه بطاقتك في فيفا 13 كانت قوتك 76 او 67 عفوا السرعه عندك كانت عندك 75 والدفاع عندك 66 والهيد 73 ايش رايك كيف الفتره كامله الموسى في فيفا 13 طاقات هذه تنصفه 2013 لا 2013 كانت من افضل مستوياتي صراحه يعني ممكن نقول نديك كم يعني تعطي طاقاتك والله ما ادري طاقات مثلا عندك السرعه دفاع الشوت هي التقييم من 100 عرفت فهم معطينك 75% 75 السرعة ايوه الدفاع عندك 66% لا كنت من افضل المدافعين في الموسم 13 فيفا 14 قللوا لك الريت شوية اللي أوكي. هو التقييم حقك وادوك السرعة 72 والدفاع 67 والهيد 71 الموسم هذا كيف كان مستواك 2014 برضو كان امتداد ل 2013 كان كويس يمكن 2015 شوية يعني طيب 2015 رفعوا سرعتك شويه الدوك سرعه 74 والفيزيكال اللي هو القوه الجسمانيه 74 برضو والدفاع 65 في 2016 انت لعبت مع الوحده رجعت الوحده صح رجعت الوحده ايوه 2016 تقريبا نفس الطاقات حل. 2017 اخر بطاقه لك نقص سرعتك الى 50 تمام ممكن خلاص على نهايتي يعني ايوه والدفاع مش... عندك 63 والفيزيكال 65 طبعا لو تلاحظ الصوره ما غيروها والله انت شايف اللوك حق مساري
طيب يا سيدي احنا هنا فانا هذه البطاقه سويت لك اياها. حلو حلو. سويت لك بطاقه ايكون اسطوره تمام. اديتك السرعه 86، الشوت 58، الباصات 66، الدربلينج 70، دفاع 86، والفيزيكال 78. تنصفك وعندك الاوفر اول 88. معقول معقول. طيب الان يا سيدي انا جبت لك بطاقه هنا، هذه حتاخذها لك هديه، هذه بطاقه لك. طب انا اقيم نفسي ولا ايه؟ ايوه وقت قيم نفسك. هحط 100 كل شيء مو بلاش. صعب اني انا اقيم نفسي. لا 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 عادي لا والله صعب عادي. انت خلال مسيرتك كابتن اعطينا تقييم كامل لك يا اخي. صعب والله. تفضل. اول شيء كم تقييمك الكل الاجمالي؟ لا خلينا نحسب هنا بعدين. يا سلام. صح السرعه، هذه السرعه انت اكتب. طيب السرعه يا كابتن كم؟ من 100. اي من 100. انا ما كنت سريع. طيب من 100 اعطيني 85. 80 تمام. انا ما كنت سريع صراحه. طيب هذه 80. طيب. الشوت؟ لا الشوت كويس في الشوت انا الحمد لله. اعطيني اضبط مستواي في الشوت. لو اديتك 80 ترى يعتبر كويس في الشوت. والله مره ممتاز 80. طيب يلا 80 برضه. طيب الشوت 80. طيب. الباصات؟ الباصات كويس انا. طويله القصيره الفيجن الرؤيه كله شغال تمام. يعني اديك مثلا لا ما ابغى امدح نفسي انا، بس انه في الباصات كويس. 85؟ 85 صراحه. لا مو صراحه يعني 85. هذه المراوغات؟ لا في المراوغات انا ماني مره. طيب اديك 60 يعني مثلا 60 70 ممكن. الدفاع؟ لا دفاعيا قوي انا. ايوه اديني من 100 كم انت دفاعيا؟ الافتكاك، الزحلقه، التمركز، هذه كلها الدفاع. دفاعيا دائما المدربين يشيدوا يعني اني دفاعيا كويس، بغض النظر انه فيها فوات طبعا لازم تحصل لاي لاعب. صحيح. لكن 88 يعني شوف ضربات الراس الحمد لله كويس. عندي الامبراشات كانت كويسه، خاصه هناك السرعه انت حطيتها. ايش باقي؟ مراقبه تقريبا. يعني كم تبغى تعطيني انت؟ هذه خليها عليك، ايش رايك؟ اديك انت قلت لي كويس 88 ممتازه مره. 88 يا سيدي. اخر شيء القوه الجسمانيه، تحمل اللياقه. لا هذه لازم تحط لي ريت مره عالي. طيب احط لك. لا ليش؟ لانه اختبارات الكوبر الجري تحمل. انت لياقتك في الملعب دائما اكون يعني الاول ثاني. تعطي 120 مو 90 دقيقه يعني. دائما اكون اول ثاني. طيب اديك هنا اللياقه 95. لا استاهل 95 لاني اعرف نفسي في طيب في اللياقة. المجموع هذا كم؟ هذه الطاقات لا تخليني مره يعني ممكن اديك 90. لا مو 90 يعني 85. 85 طيبه. تخفيضات كمان جاي العيد. طيب يا سيدي ابغاك توقع لنا هنا يا كابتن. توقيع حق البنك ولا حق لا توقيع حقك اللي هو اللي هذا. طيب. السلام. شكرا يا كابتن. الان نخش على اسئله موجوده اخذناها من الهاشتاج. هذه اسئله الجمهور. حلو. اسئله متابعين كامل لموسى. وبعدين عندنا فقره مين افضل. طيب الاسئله مين افضل دي فيها شويه احراج بس خلينا على الاسئله الحين. السؤال الاول من احمد الغالب ابو عبير. حلو. وش كنت تفضل تلعب بخانه الظهير الايسر ولا قلب الدفاع؟ والله شوف بداياتي كنت وقت النشاط كنت افضل الظهير اليسار، لكن يمكن مع تقدم العمر حصلت نفسي في الدفاع، مع اني بداياتي كنت العب في الخانتين. انت من بدايتك تلعب في الدفاع وظهير ايسر. انا شباب يعني ما يمديك تقول والله هذا المكان هو اللي يلعب فيه دائما. تمام ممتاز. السؤال الثاني، تقييمك للفتره اللي قضيتها مع الهلال وافضل مباراه لعبتها في بطوله اسيا 2007. طبعا الفتره اللي قضيتها مع الهلال كانت فتره جميله، لانها جبت انا كاس ولي العهد لكن خسرنا الدوري. يمكن هي 6 شهور كانت بسيطه لكن كانت جميله، ويمكن اول بطوله اخذتها كانت مع نادي الهلال اللي هي ولي العهد. تمام ممتاز. 2007 بطوله 2007 مع منتخب قصده. والله كل المباريات كانت جميلة، لكن تظل يعني مباراة اليابان مباراة أوزبكستان كانت من أفضل المباريات في كأس آسيا. حلو أتذكر المباراة دي. طيب سيدي السؤال اللي بعده من M7 يقول وش أفضل مباراة لك مع الأهلي وليه؟ والله أفضل مباراة لعبتها ولا كنت موجود فيها؟ أفضل مباراة أديت فيها. يقول والله هذاك الأداء حقي اللي أنا جبت فيه. في سنة يمكن 2013 يعني كان موسم استثنائي صراحة بالنسبة لي، يعني كان تخيل باقي لي كرت واحد وأتوقف. الحمد لله يعني كملت يمكن كم جولة بدون كروت، فكانت السنة ذيك سنة. طب عندنا سؤال من عبد الله، وش سالفة الكم الطويل بيد واحدة؟ ايوه علمنا. والله شوف هو قصته يعني اول شيء انا كان عندي 2 قبل المباراة، واحد فيهم انشق علي بس وحطيت واحد. اوكي. بعدين اكتشفت انه لعيبة السلة اصلا يلبسوه. والله عجبني الستايل. نظام الستايل يعني نفس حركة محمد نور. ايوه ولا عندي وشم. شوف في وشم ترى ما في وشم. اوكي. ولا دمبوش يعني. يعني هو مجرد ستايل.
مدرع عادي. السؤال اللي بعد يا سيدي، مين افضل لاعب لعبت معاه في فترتك مع الاهلي، لاعب عنده المهاره والامكانيات؟ والله طبعا مر علينا لاعبين كثير، لكن يمكن اسامه هوساوي بلامينو يمكن من اكثر الناس اللي كنت كان في تناغم بيننا يعني. طب مين افضل لاعب في الدوري السعودي من وجهه نظرك حاليا؟ ايه حاليا سلمان الفرج. سلمان الفرج، سلمان الفرج. حلو، هذا السؤال له علاقه بسؤال راح يجي قدام. تمام، طيب وش كانت رده فعلك يوم لعبت اول مباراه لك اساسي؟ هذا من اخونا حسان. والله شوف انا يعني لعبت وانا صغير يعني كنت دره الشباب ولعبت فريق، انا طبعا في كثير ما يدرون اني لعبت في نادي وج، هذه معلومه جديده عليك انت كمان. اوكي، لعبت في نادي وج في الطائف. ايوه، وبعدين انتقلت لنادي الوحده شباب. مه. كنت العب شباب في نادي وج واخذوني فريق اول في نادي الوحده. انت لما تكون نادي وج درجه ثالثه مغمور كذا، عمرك كم وقتها؟ 16 20 زي كذا وقتها يعني شباب. قبل الوحده؟ قبل الوحده. بديت في وج؟ انت من الطائف ولا من مكه؟ انا من مكه بس الوالد كان شغال في الطائف، دراستي كلها في الطائف. تمام، انت واخوانك كلهم ولا بس انت؟ تقريبا كل اخواني. معلومه جديده والله، معلومه جديده. طيب يا سيدي، سؤال من دحمي، اكثر شيء ندمت عليه في مسيرتك الكرويه؟ والله ما في شيء ندمت عليه، لكن ممكن في قرار يعني قرارات يعني انت تتخذها خاطئه. يعني زي لازم اقول يريحك تسكب السؤال سكبه. لا يعني يمكن عوده النادي الوحده كنت اتمنى انها تكون يعني عوده جميله وختام مسك يعني. أيوة. لكن الفتره اللي رجعت فيها الاوضاع ما كانت بالشكل اللي انا كنت اتوقع. هذا سؤال حتى انا ومني ومن ابراهيم. انت لعبت موسم واحد مع الهلال، هذا سؤال من خالد يقول لك جبت الهلال وتالقت بالظهير الايسر، وايش سبب عدم تكمله هذا المشوار؟ ايش السبب كامل ليه ما كملت مع الهلال؟ يوم جيت اطلع اعاره لنادي الهلال شرط علي نادي الوحده اني امدد عقدي 5 سنين، كانت من شروط الاداره اني امدد ايام جمال تونسي. جمال تونسي مددت عقدي ورحت نادي الهلال، والحمد لله يعني كانت فترة جميلة، لكن يعني حتى اللاعبين نادي الهلال أصروا إنه من إدارة إنه يتعاقدوا مع إدارة نادي الهلال، لكن الرئيس جمال تونسي رفض يعني. رفض. رفض. فرجعت الوحدة. ورجعت الوحدة كملت 5 سنين. السلام عليكم، كيف تعاملت مع المقطع اللي انتشر عليك ضد استراليا حركة الدودة؟ شوف انا قبل اقول لك حاجه يا كابتن، انا اللي شفته كامل الموسى طاح كان بيحاول يكمل يلحق الهجمه. يا سلام، حركه الدود هذه سالفه طقطقه. هو صار مونتاج على اللقطه زادوها. ايه؟ لكن صدقني اللقطه دي انا عمرها ما تضايقني. شوف الانسان اللي متصالح مع نفسه يعرف انه كان بيجتهد. وعلى فكره الناس اللي شافوا حركه الدود على قولهم او اللقطه دي ما شافوا كامل في الشوط الاول. في الشوط الاول طبعا انا بشهاده المدرب بين الشوطين كان في لاعب والله ناسي اسمه كان علي مراقبته، كان طويل دائما يعتمدوا عليه استراليا ينزل كوره لباقي المهاجمين. إيه؟ الحمد لله قدرت يعني اتغلب عليه في الشوط الاول كله. إيه؟ لكن تعرف الناس يحبوا لما تكون ساقط في الارض ما يحبوا نجاحك، لكن عادي يعني انت كمدافع لازم تتحمل الامور. إيه؟ بس انها اللقطه ما عندي مشكله معها. تمام، اخر سؤال عندنا من معتز العالمي، مباراه مستحيل تنساها في مسيرتك؟ والله شوف طبعا يعني انت نادي الاهلي تقريبا 30 سنه ما جاب الدوري. فاكيد مباراه الهلال والاهلي نهايه الدوري هذه ما امر واحد ينساها، لانه قدرت انت تصنع التاريخ. تخيل 30 سنه ناس قاعدين يحاولوا يجيبوا الدوري ما قدروا، مجموعتنا الحمد لله قدرت تجيب الدوري للنادي. تمام يا سيدي، هذه كانت من الجمهور يا سيدي. عندنا سؤال خاص، عندنا 3 لعيبة هنا، الجيزاوي، الفهمي، ومصطفى بصاص. سبب اختفاء الـ3 لعيبة هذولي؟ يعني أنا ما حدد لك مثلا هذولي اللعيبة، ليش لاعب مثلا زي هذولي بالذات بصاص صاحب إمكانيات خرافية استمر بعدين قطع بعدين رجع بوزن زايد؟ ايش السبب؟ ايش اللي يخلي اللاعب ما يستمر بالذات اللاعب اللي عنده امكانيات؟ شوف في الاول وفي الاخير كل لاعب يتحمل اي خطا هو ارتكبه. ترى الاستمراريه في الملاعب موضوع صعب جدا لانك في مغريات. مغريات زي ايش مثلا؟ حدد لي مثلا مغريات اكثر شيء اثر على اللاعب. يعني مثلا المدح، الشهره، انت خلاص فجاه انت قمت صغير وتبدا الناس تمدحك، فين هنا عقليتك انت حتقدر تتحمل ضغط الجمهور والضغط الكلام الحلو؟ احيانا تنجرف مع الجمهور خلاص تحسب نفسك انت في الصح لكن انت في الغلط. في اسباب يعني اصابات زي الفهد واصابات رباط صليبي. الجزاوي والله يمكن هو يعني ما مع اني كله محبه ما اخذ 3 جزاوي ما ادري ايش مشكلته مع انه صغير لحد الان. الان ايوه كم عمره؟ ما بيلعب في نادي، بس احيانا الكوره ترى ما تمشي معك يعني الظروف ما تمشي معك ما تدري، كل واحد عنده اسبابه. طيب الان احنا عندنا سيدي فقره مين افضل، لك الحريه انك انت تختار مين افضل. دي ولا مشاكل لا. انا حبيب اللاعبين كلهم ترى. طيب عادي افضل هذه في لعيبه اوروبيين في لعيبه سعوديين اعطينا لعيبه اوروبيين. طيب اول شيء مين الافضل؟ شوف عمر السومو ولا فيكتور سيموس؟ اختار من الاثنين
لسير دبلوماسي. لا والله الاثنين كامكانيات كامكانيات فرديه اسلوب لعب مختلفين اصلا. ايه اكيد واحد سريع واحد ينفض باليسار واحد لا واحد لاعب بوكس زي عمر سومه فيكتور لاعب مراوغ سريع قوي سوي سكيب عنك. اللي بعده حمد الله ولا جوميز؟ حمد الله امكانيات لكن عقليه جوميز. سليم ولا معيوف؟ وكلهم لعبوا للاهلي وكلهم لعبوا معاك كلهم كويسين. تقدر تختار هنا السؤال. اقدر اختار لكن مشكله لو انا مثلا مدرب احب الاستحواذ حختار المعيوف. اوكي لو انا مدرب احب لاعب الا ردات فعله حلو للان دبلوماسي انت 100% اديني الزبده. لا كلهم الاثنين كلهم تمام. وسامو ولا تفارس؟ لا وسامو. انا قلت له ابراهيم قال لي لا وشيء واضح يعني. طيب يا سيدي اسامه هوساوي ولا حجازي؟ اسامه هوساوي ولا حجازي؟ ايه لا اسامه في عز تالقه افضل من حجازي. حسين عبد الغني ولا ياسر الشهراني؟ اوكي ايه هذا صعب صح؟ لا حسين عبد الغني. سلمان الفرج ولا محمد نور؟ لا شوف انا قبل فتره ترى صارت زي المقارنه ايوه على الاسلوب يختلف يختلف الاسلوب ما يمديك يعني مقارنه ما تعجبني اللي زي ما هي بمكانها ابدا. حلو يصير هنا طيب هنا يصير نقول ما نختار احد. مالديني يا عمي ولا راموس؟ مين انت تمزح؟ اوكي انت. طيب يا سيدي مودريتش ولا انيستا؟ هذه صعبه هذه. شوف لا تقول لي مودريتش تختار هذه هنا تختار ولا. انت برشلوني؟ انا برشلوني احب انيستا لكن هذا عبقري مودريتش. تمام ممتاز. طيب كريستيانو ولا ميسي؟ لا ميسي يا حبيبي. ميسي انت مع طيب. انه دعواتي عليه بس ميسي. احنا لفينا ورجعنا لك يا سيدي. انا ولا نايف القاضي؟ انت ولا نايف القاضي؟ تواضعا منك نايف القاضي. انا اشوف انت يا اخي مثلا رايك عادي تقبل اراء. والله رجال متواضع يا جماعه. لا تقبل اراء يا اخي. طيب ايش رايك نخلي هذا السؤال عند الجمهور؟ قولوا لنا يا جماعه مين احسن مين تختار؟ نايف اختاروا نايف كمان يبي يختار خلوكم. الله يعطيك العافيه كابتن شكرا لك. اتمنى لو في فقرات ثانيه ونكمل معك لاني صراحه انا سعيد جدا 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 بوجودك معايا واستضافتك ووجودك عندي في السيت اب. في شيء هديه بسيطه هذا التيشيرت حقي الجيرسي حقي مقاسك لارج؟ اي ما عليك هذا سيدي الجيرزي حق زي الحلاوه. الله يعطيك العافيه. طيب هذه البطاقه ضبطنا لك اياها انا ابراهيم. طيب حلو اخترنا الطاقات حقتك هديه لك وهذه انا بحتفظها عندي تذكره. الله يعطيكم العافيه. تمام سيدي حسابات الكابتن يا جماعه تحصلونها في الوصف تويتر وسناب وفيسبوك استخدم. طيب تويتر وسناب وانستغرام. نراكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم. امان الله.